الحقيقة الدولة المصرية بتبذل مجهود كبير قوي في دعم فئات القادرين باختلاف، وزي ما حضراتكم عارفين وتابعنا بالأمس الحفل الرائع اللي بيحرص سيادة الرئيس على أنه يبقى موجود فيه، وبيبقى الحقيقة سيادة الرئيس موجود كرئيس وكأب لهذه الأسرة المصرية، ولكن بيبقى موجود الحقيقة من قلبه، والأطفال ده بيديهم سعادة وطاقة وبيدي كل المؤسسات مؤشر بإيه؟ ضرورة الاهتمام، وضرورة أيضا أنه يعني يكون الاهتمام بهذه الفئات بشكل جدي وبشكل أيضا دمج كبير في دولتنا المصرية. تعالوا كده نتابع مع حضراتكم أبرز الجهود اللي قدمتها الجامعات المصرية في هذا المجال، ونتكلم أكتر في مداخلة مع دكتور كريم همام وهو مدير معهد إعداد القادة، ونعرف منه إزاي بيتم الدمج. مساء الخير دكتور كريم. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا. يعني أولا إحنا بنبقى سعداء لما بيحصل هذا الدمج وهذا الإنجاز الكبير لي يعني أولادنا وكل أبنائنا القادرون باختلاف. نعم يا فندم، هو في الفعل دمج أولادنا داخل المجتمع ده شيء أساسي، لأن هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع. كان أولادنا المرة دي مش المرة الأولى اللي يتم دمجهم، من قبل حتى ما نقول قادرون باختلاف كان بيتم تقديم خدمات كتير قوي لاولادنا داخل الجامعات المصريه. ولكن منذ اهتمام القياده السياسيه الحكيم في هذا الامر للفئه دي اللي هم اولادنا اللي محتاجين فعلا، قال لهم احنا شايفينكم، انتم معانا وانتم جزء لا يتجزا سواء من المجتمع الجامعي او حتى من المجتمع المصري. وبالتالي منذ ذاك الوقت ابتدينا ان احنا نهتم بالبرامج المختلفه. ما بقتش بس الاتاحه المكانيه وتوفير سبل اتاحه اولادنا داخل الجامعات سواء من الرنبات المختلفة أو الأكسسبيلتي. طب ادينا أمثلة دكتور كريم، يعني ادينا أمثلة على هذا الدمج يعني. نعم يا فندم، بقى دلوقتي في عندنا، ودي للمرة مش الأولى، عندنا حاجة مختلفة لأولادنا بالاشتراك مع أولادنا التانيين طلابنا داخل الجامعات. وأقرب مثال لكده اللي بيحصل كل فترة عندنا بشكل مستمر وبصراحة دؤوب، وده يمكن هيحصل يمكن الأربع الجاي يوم 6/3، في عندنا برنامج حلو جدا لاولادنا ذوي الهمم في الجامعات المصريه بالاشتراك مع اولادنا التانيين الاسوياء، وده للطلوع والخروج بمبادرات مختلفه يقدروا يفيدوا بيهم المجتمع المحلي بتاعهم سواء المجتمع الجامعي او المجتمع الاكبر. اقصد بالمبادرات دي الافكار المختلفه، يمكن اللي بيسمعنا دلوقتي يسمع عن حياه كريمه، يسمع عن 100 مليون صحه وهكذا. كل دي كانت مبادرات طلابيه في الاساس، خرجت من مؤتمرات الشباب اللي كان بيعملها فخامة رئيس الجمهورية. تمام. وبالتالي احنا ماشيين على نفس النهج. في عندنا خلال الفترة اللي جاية، وده مش أول مرة زي ما قلت، حاجة عندنا ثينك تانك، فكر المبتكر الخاص بأولادنا ومن خلال الأيام المختلفة وبإشراف نخبة من أعضاء التدريس من الجامعات المصرية على أرض معهد إعداد القادة، هيتم إجراء كومبيتيشن كبير، منافسة كبيرة ما بين أولادنا في الجامعات سواء ذوي الهمم أو أولادنا التانيين اللي موجودين في جروبس مختلفة مجموعات مختلفة، عشان نطلع في الآخر بأحسن ثلاث مبادرات نستطيع بالفعل تنفيذها على أرض الواقع. من حيث معايير كتيرة محطوطة طبعا، ولجان تحكيم أكثر من رائعة، وبدعم وتشجيع من معالي وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور اللي قرر إنه يشجع أولادنا إنه أول ثلاث مبادرات هيحصلوا على المراكز الأولى من خلال البرنامج الكبير بتاعهم ده، هيبقى ليهم كمان جوائز مختلفة. أكيد. وهناخد أحسن ثلاث مبادرات دي. نعم يا فندم. يعني عايزه كمان يعني في كل التفاصيل اللي حضرتك بتذكرها دي اعرف شعور بقى، يعني شعور الشباب والبنات، شعورهم بقى بانه يعني ان هم باقوا على يعني اهم الملفات الموجوده في الدوله، الملف الخاص بتاعهم. انا حضرتك قلتي جمله جميله جدا في بدايه التقديم، قلتي الرئيس كان بيتكلم من قلبه. طبعا ده واضح طبعا جدا للجميع، اي حد هيتفرج ويسمع الكلام اللي بيخرج من القلب بيصل للقلب سريعا. أنا عايز أدي لحضرتك مثال ورد لهذا السؤال بمثال واقعي حقيقي حصل. أحد طلابنا من ذوي الهمم وخلال أحد برامجنا اللي بتتعمل كل سنة بشكل منتظم سواء داخل الجامعات أو عندنا، قال الجملة دي بالظبط. قال أنتوا حسستوني إن أنتوا قلبي. أنا أمي اللي كانت بتهتم بيا هي اللي كانت فاضلة لي، توفاها الله. وأنا قاعد معاكم خلال الفترة دي وفي البرنامج ده، لأن إحنا بنقعد البرنامج بتاعنا بيبقى 24 ساعة في اليوم احنا بنبات مع بعض، ولادنا ما بيروحوش البيت يعني.
لمده الاسبوع كامل قاعدين معانا. ايوه. فبالتالي ده اولادنا ذوي الهمم والاسوياء. فقال انتوا حسستوني ان انتوا اهلي اللي كانت بتهتم بيا الله يرحمها. اهتمامكم بيا ده حسسني ان انا عندي اهل وعندي بيت وعندي صحاب وعندي ناس بتخاف عليا. خلوني قاعد معاكم. ده رايي من احد الاراء من طبعًا. اولادنا في الجامعات طبعًا. المصريه. طبعا. قد ايه الاهتمام بيولد الثقه دي ويولد الرغبه والامل لديهم. وبيولد طموح واراده وقوه. أيوة. ومواطنه لان هو مواطن مصري عنده حقوق مواطنه يعني. فدول اهالينا وابنائنا وكل الاسر معرضه لده، فطبيعي جدا لما يحسوا بهذه الكرم والعزه وهو في بلده اكيد ده هيفرق كتير. انا بتمنى انه الدمج يفضل موجود والمبادرات ونفضل دايما الى احسن وافضل باذن الله. دكتور كريم همام مدير معهد اعداد القاده، اشكر حضرتك شكرا جزيلا.